صباح الخير، النهاردة عندي فرح واحدة عزيزة على قلبي، ويلا get ready with me. نشوف هنلبس ايه. الاول هنحط مكياج، عملت مكياج سموكي في العين، مكياج سواري في 4 دقايق ونص. فاونديشن على الوش كله وكونسيلر تحت العين، وندمج كله بالبيوتي بلندر. تاني خطوة كحل جوه العين من تحت ومن فوق. وبعدين نرسم خط ايلاينر. اللي بره بالشكل ده. نحط بقى ألوان السموكي آيز، البنيات على جفن العين كله، وبعدين بني أفتح فوق، وبعدين بيج في لمعة خفيفة كده على جفن العين من فوق. ماسكارا. وجلو بقى لونه خوخي. بعدين روج احمر مدي على نبيتي شوية، وده اللي هيكمل لنا اللوك بتاعنا. وخلاص، لوك سريع جدا ومناسب قوي للسواريهات. اخترت بقى البس فستان قصير ولا فستان طويل، طلعت 4 فساتين كده. حسيت ان عايزة اعمل لوك ملكي في الاخر، فاخترت الفستان ده. في 2 شوز، دي ولا دي، جربتهم وحسيت ان اللي من غير لولي لايقه اكتر وفيها درجه الفستان اكتر، فلبستها. ساعة والحلق الفستان تفصلته شوية، حسيت عايز نرفع الشعر مش نسيبه، فعملت التسريحة دي. وبما اننا في الشتاء فلازم نلبس حاجات دفينة، لقيت اللي ده انسب حاجة لايقة على الفستان. وده الفاينل لوك. ايه رأيكم؟ اشوفكم فيديو تاني في get ready with me.